اهلا بكم يا مهند من برفودا للسيارات. اليوم انا كنت ماشي في الشو روم تبع الجي ام سي، قابلت زميلي علي. فين يا علي؟ اهلا وسهلا، ازيك يا علي؟ عامل ايه؟ اهلا الحمد لله. احكي لنا شويه عن السياره اللي حكينا عنها اليوم عشان زمان كتير بيسالوا عليها معانا. اليوم هنحكي عن 84 سيارة معدل للشاهين. 84 سيارة شاهين 6.2 420 حصان، تم التعديل عليها على فئة شاهين وهي من اعلى الفئات الموجودة في بن حمودة للسيارات. زي ما بنلاحظ عندنا هون البمبر الامامي كيت شاهين كامل ملحق بالصفيحة المدعمية السفلية لحماية الماكينة من الاضرار في حال الافرود. زي ما احنا شايفين يا مهند عندنا هون الرنجات اللي موجود معانا فيول مع الكاوشك ميكي ثيمسون. اي اياس دي عاد؟ اياس 17 زي ما احنا شايفين هنا. اياس 17 ثيمسون ميكي ثيمسون فيول. تمام، زي ما احنا شايفين هون شعار شاهين على جسم المركبة. بس اشوف الطائرة، هو صحيح هو LT 285 سوري على 17 ميكي ثيمسون ده للأوفرود؟ نعم. شايفين الكشافات؟ الكشافات العلوية اللي موجودة معنا، زاد عندنا 360 كاميرا موجود على البيكاب. شعار شاهين على جسم المركبة زي ما نلاحظ بيعطي جمالية أكثر طبعا. زائد عندنا اللي هي الدواسة الكهربائية اللي موجودة معنا. إذا بنلاحظ عندنا كمان موجود معنا اللي هو كيت مركب اكزوست بورلا طبعا زي ما احنا شايفين. شعار شاهين برضه بخلف المركبة. هنا الصندوق قبل نشوف فيه ايه؟ الصندوق بيفتح على ميزته نظام الدرج زي ما احنا ملاحظين بمسند او مقبض للمساعدة على صعود صندوق المركبة. طبيعي موجود معنا. اذا بنلاحظ ان دبل كابينة 8.8 مصروف البترول على هذه السيارة، يعني بيمشي معنا على اللتر الواحد 8 كيلو 800 متر، يعني اقتصادي جدا جدا جدا. داخلية السيارة الانتيريال الداخلي من اروع وارقى الداخليات اللي موجودة معنا بهذه الفئة. زي ما احنا ملاحظين التعديل اللي تم عليه على الكشافات الموجودة LED كامل. العداد ممكن نشوفهم هم شغالين قدام؟ تفضل. قوة وباور وإنارة جدا رائعة. طب زي ما ملاحظين احنا بس الكشافات اللي شغالة عدا عن إنارة المركبة نفسها. لما نلاحظ هون شغلنا إنارة المركبة، شوف القوة والسطوع اللي معانا في هاي المركبة. زي ما انت شايف مهند عندنا 360 كاميرا، كاميرا أمامية، كاميرات على الجوانب وكاميرا خلفية. طب ملحق في شاشة داخلية تكون موجودة معنا ل 360 كاميرا بتشوف المركبة على جميع الجهات. الميزة بهذه المركبة انها كلها تبريد بالسيتات، كهرباء، وايرلس تشارج، وعندنا فتحة في السقف. فئة عالية جدا ومن اروع الفئات. اوف رود تستخدم، الرود تستخدم، عائلية تستخدم، والمتعة والمغامرة في الصحراء في الجبل وين مكان تقدر تستخدمها. واهلا وسهلا معنا 050-761-4900 بن حمودة للسيارات في ابو ظبي. اوكي شكرا يا اهلا وسهلا اخوي مهند، حياك الله.